مرحبا برج الحوت في القراءة العامة، راح تكون طاقتك هون برج الحوت. شكلك زعلان يا برج الحوت وجالس مع نفسك وبتعيد في الماضي والحاضر وفي كل الأحداث اللي صارت في العلاقة أو في العمل. أو أنت شخص مثلا أنت حامل مسؤولية العائلة، أنت رب منزل. خلنا أشوف شو وراك. انت شايف شخص هو اصغر منك سنا مقدم لك عرض، وانت يعني قاعد بتقيس اذا كان علاقة، عمالك بتقيس هل يصلح او لا يصلح، يعني زي انت بتحسبها على الورقة والدفتر والقلم، مثلا شو الايجابيات من هاي العلاقة وشو السلبيات في هاي العلاقة، يعني شوي انت متردد. احتمال انت شايف في شخص عاجبك وانت شايفه اصغر منك سنا ومتردد انك انت مثلا تصارحه، بس انا شايفه هو مصارحك او عارض عليك عمل. احتمال انت معروض عليك عمل حاسس انه هو مثلا مش لسنك. الشخص هذا شخص شكله عنيدي وشخص شوي هيك بحب العمل، عملي جدا، وشكله شخص حرفي ومحتال. الشخص ده محتال على فكرة. طب خلينا نشوف. حاليا الشخص هذا بمر في انفصال، انفصال من علاقة، انفصال من عمل، احتمال انفصال عن طريق المحكمة. بمر في شيء هذا الشخص، انفصال عن العمل او انفصال عن شخص هو مرتبط فيه كزواج وانفصل عنه عن طريق المحكمة. الشخص هذا حاليا اصبح حر نفسه وتباعد عن علاقة كانت بالنسبة له مرهقة، واحتمال انه تباعد والشخص هذا عرض عليك عرض مثلا كزواج او حب او عمل. طب الشخص هذا حاسس انه انت مشاعر من ناحيتك، هو حاسس انك انت في برجك، برج الحوت، غامض غامض جدا، وحاسس انك انت خدعت قبل هالمرة وانت مش رح تقدر العرضه. انت شخص ناضج، حاسس انك ناضج ومارق في علاقات يأستك من جميع العلاقات الاخرى. شايفك شخص جاهز دائما، عندك جهوزية لكل شيء، يعني انت جاهز لكل صدمات الحياة وجاهز، يعني حتى اذا شخص حاول يخدعك انت جاهز تواجهه. وكمان اذا شخص شايفك انت شخص روحاني جدا وشخص عظيم، احتمال انت شخص غامض، مش عارف هو شايفك مخادع ولا كيف، مش عارفة. بس لا انا شايفه هو شاعر انك انت مريت في خداعات كتير لكن انت حاططها جواتك، يعني انت مغلق عليها في الصندوق الاسود اللي داخلك. مش شايفك انك حقود، لا انت مريت في آلام من جميع الاشخاص، وكأنك هاي الآلام خلتك ناضج، ناضج جدا جدا. الشخص هذا انت في عقله الباطني الشخص اللي الغامض الواضح، يعني شايفين كيف الغامض الواضح، واضح بعد الشيء وغامض بعد الشيء. كمان هو شايف انك شكاك، شكاك وغيور على فكرة، وشايفك انك انت مرقت بعلاقات بس انت يعني ما وضحتلوش الا الشيء اللي مريت فيه المؤلم اللي آلمك، وشافك انك انت شخص مكابر، مكابر جدا رغم دروس الحياة اللي انت اخدتها. يعني انت زي شو ما صار فيك لساتك واقف على اجريك، وانت شخص محبوب وشخص طيب جدا وشخص بسبب طيبتك الناس طعمتك في ظهرك.
بس هو شايفك غامض يعني، شايفك او متباعد او اختفيت، قطعت العلاقة، انتهت العلاقة وانت تباعدت. احتمال انت متباعد عن هذا الشخص، حاول يراسلك بس انت قطعت معاه. احتمال انك تكون اختفيت عن الساحة كلها، ساحة الحب، ساحة العلاقة، عن الانترنت. انت متباعد، انت مختفي، او مظهر شيء هو مش فاهمه، او حتى لو انك ظاهر بس انت يعني ما واجهتش. انت بتحبش تواجه، انت ما بتحبش تواجه. هو شاف العلاقة هاي صار فيها مشاكل كتير وغدر كتير. الشخص ده شكله أتعبك، احتمال يكون انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن طريق المحكمة. العلاقة شايف فيها انها تكسر فيها كاسات كتير، وصار فيها عدم ثقة، مش ثقة، وشايف انه فيها تردد كتير. هاي العلاقة فيها تردد من قبلك ومن قبله، انتوا مترددين، زي انتوا قاعدين بتكسروا في بعض من ترددكم. لا اشوف انكم انتوا بتحكمنا صح، اندمجت في القرآن بصراحة. بس أنا شايف إن العلاقة فيها زعل، زعل وخسارات وتجريح. شخص ده احتمال إنه شايف هو جرحك، خدعك، وهو فعلا إن هو محتال ومخادع. رومانس، في رومانسية. بيحكوا لك إذا كنت تصدق في شيء، بيحكوا لك إذا كنت تصدق. خلينا نشوف الرومانس. نشوف هذا الشخص. أنا عبالي أحمل له شخصيته يعني. أكيد راح أحلل شخصيته عن طريق رؤيتك له. reconciliation، في رجوع، شخص من الماضي رجع لك يا برج الحوت. gap year. طبعا بيحكوا لك إمنح علاقتك فرصة وأعمل على شراكتك، يعني بيحكوا لك أعطوه فرصة. شخص ده رجع، أنا شايف إنه رجع يتواصل معاك الشخص ده، او بحاول يتواصل معاك وانت متباعد مختفي. في شيء للشخص ده انت مش ناسي له اياه، انت مش ناسي له اياه، انت بتراجع فيه وتحلل وتربط الخيوط في بعض. في شيء انت مش ناسي له اياه. العلاقة هاي زي مرة يعني وقت شدة كتير، يعني كان فيها الشدة أكتر من الرخاء. فهون بيحكوا لك انه اذا انت كنت تصدق انه في رومانسيه، او يمكن شخص بده يرجع لك، شخص بده يرجع لك، في شخص بده يرجع لك، سواء هذا الشخص او شخص انت بتنتظره. اللي انت بتنتظره هو راجع، او هو شخص هو راجع. هذا الشخص هون بيحكوا لك في موعد ولقاء شخص جديد، مواعده، في مواعده، في خطه جديده، في تحديد موعد، في رجوع برج الحوت. في قضية إنه في شخص منكو خاف من الغدر، أو إنه الشخص يهجمه، وأعتقد إنه أنت برج الحوت، لأنه هو شايفك إنك أنت مرقت في كتير، في أشياء تكسرت فيك كتير من قبله ومن قبل الآخرين. احتمال أنت بتمر في يعني في محيط كل الناس حواليك مثلا أشرار أو غدارين أو غدروك أو استغلوك. طب العائق اللي في العلاقة هي فيش تفاهم بينكم، انتوا مش فاهمين بعض، أو في كترة طعنات، وفي خوف، خوف من زي ما حكولكم انه خوف من الهجر. فيكوا شخص بخاف انه يخوض يعني للاخر، يخوض في العلاقة. فيكو شخص مخدور وتعبان
وكأنها كل الدنيا اتجمعت عليه يعني و كسرته. فيكو شخص طالع من علاقة قبل هالمرة فات بهي العلاقة ومتردد جدا. انت يا برج الحوت متردد من ناحية اي علاقة، انت يعني انت زعلان متباعد عن الشخص، زعلان جدا جدا. هو شايف انه العلاقة فيها فيش فيها تقدم، انتوا واقفين عند مرحلة في الماضي، يعني شيء حصل فيكم في الماضي وبسبب هذا الماضي العلاقة واقفة وما بتتحركش، ما بتتحركش، فيها زعل وفيها شخص بضل زعلان و احتمال انه في رفض اسري مثلا. انت يا برج الحوت شخص اكبر منه سنا والاهل رافضينك، اشوف الشخص هذا احتمال مرتبط، الشخص هذا احتمال بتاع علاقات، يعني على فكرة بتاع علاقات وهو مخبي هذا الشيء. بس انا شايف ان هو زعلان ومفتقدك هذا الشخص، وبفكر كيف يغير لك نظرتك عنه، يغير نظرتك عنه لانه انت شايفه سيء جدا، شايف العلاقه سيئه وشايف ان العلاقه هاي ارهقتك واتعبتك، والعلاقه هاي مفيش فيها يعني مش قادرين تتجاوزوا عقبه، في عقبه انتم مش قادرين تتجاوزوها، في حكم بالماضي اصدر عليك يا برج الحوت انت مش قادر تتجاوزه، انت مش قادر تتجاوزه. هو شايفك انك انت شخص يعني مشوش، عندك احلام كتير، وشخص انت اللي دايما بتهرب، تهرب من العلاقة، تهرب من العلاقة. وهو شايفك انك انت مريت بعلاقات كتير على فكرة الشخص ده، مع انه شايفك انك انت شخص عقلاني وشخص قطعت كتير لتوصل لمرحلة النضوج اللي انت فيه حاليا. احتمال انت منفصل يعني، والشخص هذا مثلا ما كانش في زواج وانت كنت في زواج. الشخص هذا شايف انك انت دايما بتهرب من العلاقات، من الاعجاب، من العروضات، انت دايما بتقطع، بتختفي، بتتباعد، انت دايما بتتباعد، انت بعيد، انت مش قادر تفهم الشخص. الشخص ده مش قادر يفهم انت ليش شكاك، انت شكاك على فكرة، او عندك نوع يعني مش شكاك انه عندك شك مرضي، لا انت زي يعني بتأمنش بسهولة انه الشخص ده لو قال لك بحبك فانت بتضل متوني، لا طب هو ليش بحبني، طب هو شو بده مني، طب هو عندك شكوك يعني ليش، لانك مرقت في الماضي في علاقات اتعبتك، مش شرط علاقات حب، كمان علاقات مع الاشخاص المحيطين فيك، المحيط اللي انت كنت فيه. انت كيف شايف هذا الشخص ونظرتك للعلاقة؟ انت شايف هاي العلاقة ثلاثية، في طرف بيناتكو متزوج على فكرة او مرتبط احتمال، بس لا من العلاقة. انت شايف هاي العلاقة فيها سيطرة، في شخص بيحاول يسيطر على الاخر، انت شايف بالنسبة لك هي العلاقة خلاص انقطعت، انت شايفها بدها قوة، هي العلاقة بدها قوة وبدها تحدي، يعني مثلا بدك تتحدى ناس عشان تبقوا مع الشخص هاد. كيف حكيت لك انك انت قاعد بتحسبها على الورقة والقلم شو مساوئ العلاقة وشو ايجابياتها، فانت شايف ان هي العلاقة بدها تحدي كبير، وانت شايف هذا الشخص مرتبط بأسرته رابطة قوية بينهم، إيه عنده طرف آخر في حياته مهتم بعمله مثلا أكتر منك، إيه أنت شايف العلاقة فيش فيها يعني اتفاق بيناتكم، يعني أنت شايف إن العلاقة هاي فيها حدود كتير، في يعني بتقطع شوط كبير وحدود كبير، حتى هنا شايف نفس النظرة يعني. لو بتكتمش شوط كبير
حتى تتعدوا الحدود اللي بينكم، في عوائق بينكم. احتمال العائق يكون انت من مدينة وهو من مدينة، احتمال في اختلافات بينكم، اختلافات بالجنسية مثلا، اختلافات في العقيدة، لانه هو شايفك انك انت مختلف عنه، احتمال انت من ديانة وهو من ديانة. طب الشخص هذا شو نوعية، شو خطوة الشخص هذا بده يرجع وناوي على استقرار معاك؟ احتمال اذا كنتوا يعني في عمل بيناتكم مشترك، احتمال يعرض عليك عرض، يكون هذا العرض يريحك، طمأنينة إلك. شو ما كان العرض، هو بده يطمنك انه هو شخص مش لعبة، ولا شخص بده يغدرك، ولا شخص بده يخونك. احتمال العلاقة هي واقفة على طرف آخر غيركم انتو، يعني الأهل، البعد، المسافات، فرق في في فرق بينكم، في فروقات. الشخص هذا بده يعرض عليك عرض يطمنك من خلال هذا العرض انه انت في هاي العلاقة رح تنجح، ويضمنك ان هاي العلاقة انت رح تكون حر فيها، حر قرارك. الشخص هذا ناوي يحقق معك انتصار، الشخص هذا يتواصل معك، يرجع، في رجوع بيناتكم، بده يعطيك عرض قوي. هذا الشخص بده يعطيك وعد، وعد، ايوه بالضبط، وعد قاطع انه بتعيش يعني مثلا بحرية، بهدوء، تنسى الماضي، يعني نوع من انواع، اذا انت مقيد في شيء يفك هذا القيد ويعطيك الحريه، تنطلق، تنطلق. احتمال عرض عليك هذا العرض، فهون بيقولوا لك في رجوع وفي مواعده، لكن في شخص منكم بخاف من الهجر. وهل انت يعني شايف انه مستحيل يكون في بناتكم حب؟ انت اللي شايف مستحيل يكون في بناتكم شيء، وانت شايف ان العلاقة هاي مستحيلة، لانه هم بيقولوا لك اذا كنت تصدق يعني، فانت مش مصدق، انت بتحاول تصدق يعني، فانت مش مصدق انه هاي العلاقة رح تكمل، او هاي القصة رح تصعد للارتباط مثلا، او تطلع من العوائق والمشكله اللي انتوا فيها تخرجوا منها. فيها تردد هاي العلاقه، فيها خوف من قبلك يا برج الحوت. طيب خلينا اشوف لكم الابراج، عندنا برج العذراء وبرج الجدي. برج الاسد، الحوت، السرطان، الحوت كمان مرة، والعقرب. برج كمان عندنا الأسد، قوس، الميزان، الدلو، الثور، فقط. طاقات نارية، هوائية، ومائية. طلع اللي طلعوا برج الحوت كمان، الكرش هلا. هوائية، مائية، وترابية، كل الطاقات موجودة، كل الطاقات. طب خلينا نشوف الكرش يا برج الحوت. بس الشخص هذا صادق في حبه لك يا برج الحوت، يعني ما تقلقش. طيب انت معروض عليك اكثر من عرض، وانت في وقت هلا اختيار وخيار، يعني عمالك تختار، وفي خيارات قدامك عديدة. انت شايف ان هذا الشخص مفتقدك، او انت شايفه انه شخص مثلا فقير، وحيد، طالع من أزمة. الشخص هذا في بداية جديدة، في عمله، في شيء هو بدأ في بداية جديدة. طب شو مشاعر هذا الشخص ناحيتك يا كراش؟ نفس الشيء أنا تلاقي. الشخص هذا حاسس إنه أنت شخص غدار، أو شخص أنت مش من السهل انك تقبل في العلاقات، مش سهل، انت شخص مش سهل، عنيد.
طب هل مشاعره صادقة زي مشاعرك؟ هو إحساسه؟ آه، هو حبك هذا الشخص، منبهر فيك كمان. طب شو نوية من ناحيتك؟ هو بده يتوازن معاك ويوصل لاتفاق معاك. الشخص هذا بده يغريك أو يعني يقدم لك عرض أنت تنبسط منه، والشخص هذا شايفك إنك أنت عنيد ومارق في علاقات عدة، وأنت يعني مش عارف، بس إنه هو حاسك إنك أنت تختار يعني تنقاي تنقي تنقاي، وشايف إنه لازم نوياه، إنه شايف إنه لازم يقنعك، يكون عنده قدرة على الإقناع. أنا شايف إنه لأنه معجب فيك جدا جدا هذا الشخص. طيب هل راح يعترف لك؟ كيف راح يعترف لك؟ راح يعترف لك ويفرجيك عروضاته. انت رافض هذا الشخص لانه شخص فقير او يتيم او مارق بعلاقة قبل هالمرة وخرج منها، وانت بتعرف هاي العلاقة. الشخص ده من محيطك، من محيطك. الشخص ده بده يعترف لك وبده يعرض عليك عرض الحب. احتمال يكون هو من برج العقرب او السرطان، الميزان والثور. طيب خلينا نشوف العمل يا برج الحوت، شو وضعك في العمل؟ تبقى انت عندك عروضات في العمل وبتفكر في العمل اللي يخرجك من ازمة، يمكن انت بتمر بازمة مالية او ضائقة مالية، وانت بتفكر في العروضات اللي تعرض عليك وعندك اختيارات كتيرة، وانت بتحاول تقبل في العرض المناسب لك ليطلع من شعور الفقر او الاحتياج. احتمال تنعرض عليك عرض وانت شايف انه هو لا يقل عن العروض اللي عندك، او هو قليل بالنسبة للعروض اللي عندك. طيب خلينا نشوف العمل. انت بتحاول تستقر في العمل، انت في عينك على عمل معين، انت في شيء في العمل عينك عليه وبتفكر فيه جدا. طيب نشوف، انت عينك على شراء منزل، احتمال البعض منكم في شراء منزل او مشروع يكبرك، او مشروع تستقر فيه في المنزل. انت يعني بدك استقرار اكتر، انت في عينك على العمل، شايف ان هو استقرار بالنسبة لك، وانت يمكن بدك مبلغ. احتمال انت شخص مثلا مستأجر منزل مثلا، وانت بتفكر في عمل تخرج مثلا وتصير صاحب ملك بيت، يعني تملك بيت، تملك منزل. ان شاء الله يتم هذا الاشي. انت شو، انت قلبك مكسور يا برج الحوت، انت بتحاول، انت مش ما بتحاولش، انت بتحاول. انت بتحاول انك تملك منزل، انت شوي متعب من ناحية السكن. انت بدك شوية وقت، بدك شوية وقت، بدك تعمل عشان تحصد، بدك شوية وقت. طب خلينا نشوف كيف صحتك يا برج الحوت. صحتك يا برج الحوت، انت صحتك ممتازة ممتازة. طب خلاص خلينا نشوف. انت بتعاني من وجع قدمين او رأس او في الصدر، ضائقة في الصدر، بس شفنا يعني انت يا برج الحوت في شيء مسيطر عليك، مثلا مدمن، عندك ادمان، عندك ادمان، ادمان تفكير، ادمان دخان، ادمان مشروبات او ادمان مخدرات. انت في عندك اشي ادماني متعب صحتك،
تعب صحتك، مش شايف انها طاقة شريرة او طاقة حسد او زهق. خليني اشوف شو هذا اللي انت بتمرق فيه في صحتك. انت مجهد من العمل، انت مجهد من العمل، انت عندك ادمان عمل، انت مجهد من العمل، انت محتاج رياضة عشان تفك عضلاتك، انت متربط، كأنك متربط يعني، كأن العضلات عندك متربطة، فمحتاج لرياضة. بس صحتك يعني منيحة، مش شيء، صحتك منيحة، وانت بس مهتم في العمل ومهمل صحتك، عندك إدمان تفكير، إدمان عمل، مش إدمان شيء تاني. بس أنت عليك تعمل رياضة وتمارس رياضة يومية وتأكل مكملات غذائية فقط. طيب خليني أشوف، ناخد كارت للكراش لبرج الحوت. لأن احنا اخذنا المنفصلين او في الطباعات اللي عملتها راح تكون في مرونة، وبيحكوا لك خليك مش مسيطر، بيحكوها حازم، يعني كون حازم، كون حازما وفي مرونة. الشخص اللي الكراش هو مختلف عن تفكيرك، مختلف عن تفكيرك، مختلف عنك في التفكير، تمال انتو من دولة وهو من دولة، تمال في اختلافات بيناتكم، تمال في اختلافات، مختلف عن تفكيرك او عن محيطك. ترو لاف، الشخص هذا حب حقيقي، فالشخص هذا احتمال كبير انه يكون مختلف عنك في الطبيعة، في طبيعة تفكيره، انه هو شايف انه بده يقنعك فيه، قلت لك انه هو حابب يقنعك فيه، فالشخص هذا احتمال مختلف عنك وانت مش مقتنع فيه، مثلا مش مقتنع فيه، فهم بيقولوا لك يعني تلفوا، هذا غير متوقع، يعني بيختلف عن توقعاتك الدائمة. يعني خلنا أشوف لك كارت من هون، نسحب لك ونختم الحلقة مع برج الحوت. الشاكوش طلع لك يا برج الحوت، بيحكوا لك إعادة بناء التخريب واستجواب متكرر والعمل المستمر عليه. انت شكلك وشايفك انك انت رفضت، شايفك انك انت رفضت وخيبت امل، لانه انت في اختلافات بينك، شايفك انك عنيد ولا تقبل بالقليل، وعشان هيك بيحكوا لك انه توأم روحك هو مختلف عن باقي الاخرين اللي عرفتهم. هون بقول لك اعمل على اعاده بناء هاي العلاقه، يعني الشخص ده يا حرام حابب انه يلفت نظرك ويفرجيك انه هو بيشبهك، بس هو بيشبهكش اصلا، فهمت يا برج الحوت؟ بس كون حازم، بقول لك تمام انك انت حازم، بقول لك خلي شوية مرونة، يعني خلي مرونة مع الشخص هذا لانه هو مختلف عنك، بس هو حب حقيقي. تري لاف، طيب شكرا.